احنا دلوقتي في بيت تحديد احلال وتجديد منزل الحاج خيري محمود فرج. وصل لنا خبر من شهرين او اكتر ان حصلت حاله سقف البيت وقع عليهم وهم موجودين، وتوفى خلال سقوط سقف المنزل ده 4 اطفال. فتقدمنا في فريق من مؤسسه حياه كريمه تقديم واجب العزاء، وقدمنا لهم الدعم المادي والمعنوي تمام، واحنا اشتغلنا على طول في البيت، شفنا الحاله محتاجه ايه تمام، فاحنا عملنا احلال وتجديد للبيت. احنا وصلنا نسبه النجاح في البيت دلوقتي 60%، شغالين النهارده السباك والكهربائي تمام، وان شاء الله على اول الشهر الجديد ان شاء الله هيبقى نسبه النجاح 100%. توجهنا ان البيت اللي احنا فيه حاليا اهو صار حريق، وشلنا المخلفات وشلنا كل حاجه، بس والنهارده هون الحمد لله بنعمل في القواعد. حياة كريمة قامت معنا بكل الطلبات لما العيال ماتوا وبيت انهار وقع، وانا كنت في الكهرباء بعمل عملية وسمعت الخبر رجعت. لما جيت لقيت عيالي ميتة، الأربع عيال عيالي انهارت وحصل انهيار. حياة كريمة وقفت معانا والناس المليحة وقفت معانا، ونشكر سيادة الرئيس، نشكر اللي وقف معنا كله. وساعة ما مؤسسة حياة كريمة سمعت عن هذا الموضوع قدمت لها جميع الدعم المادي والمعنوي، والحمد لله وهم حاليا يعني شالوا في الأول سرد جميع المخلفات اللي كانت نازلة على هذا الحريق، وحاليا شغالين في السملات والأعمدة. ونشكر جميع المقيمين على هذا المؤسسة، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حياة كريمة في مساعدات برضو مادية ومعنوية، وابتدت وقفت معنا في البيت ما كملش حوالي 25 لغاية دلوقتي الحمد لله نسبة أكتر من 60%. يعني خلاص دلوقتي البيبان ما تتركب والسباكة والنور. ونشكر السيد رئيس الجمهورية فتاح السيسي، ونقول له ألف شكر يا رئيس وربنا معاك. في بيت تاني باسم خيري محمود فرج برضو نفس الموضوع، كان حصل انهيار وسبب وفاة أطفال بداخله وقاموا ببنائه حاليا في التشطيب. فنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة.